هنبدأ مع حضراتكم بأهم وأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي منها إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تابع لمجلس الوزراء حصد 3 جوائز من مؤسسة جلوبي الأمريكية بأنشطة بحثية وابتكارية. أيضا الحكومة ردت على شائعات تداول صور لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة 50 جنيه. كمان معانا أخبار تانية. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت صالون نقاشي حول مشاركتها في الحوار الوطني والجامعة المصرية اليابانية الأولى محليا في تصنيف تايمز البريطاني، وأخبار تانية هنستعرضها في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حصد 3 جوائز من مؤسسة جلوبي للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، اللي بتمنح لأفضل المنظمات على مستوى العالم تقديراً لإنجازاتها في مختلف الأعمال والتكنولوجيا. وقال أسامة الجهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن تلك الخطوة تأتي تتويجاً لأفكار ومبادرات كلف بها رئيس الوزراء لترسيخ دور المركز الفكري والبحثي ومد جسور التواصل مع المجتمع البحثي والأكاديمي، فضلاً عن التوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التحول الرقمي والابتكار. وحيث تعد جوائز جلوبي من الجوائز المتميزة والمتفردة في مجال الأعمال حول العالم منذ تأسيسها في عام 2003. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة 50 جنيه، وشددت على إن كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي، وأوضحت إن أي طرح للعملات البلاستيكية الجديدة هيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، مشيرة إلى أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر اللي تم طباعتها وطرحها بالأسواق هي فئة 10 جنيه و20 جنيه فقط دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن، ونجدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشي بعنوان مشاركة شباب التنسيقية في الحوار الوطني. تناول الصالون مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات الحوار الوطني المختلفة وأبرز الملفات والقضايا التي تناولها ممثلو التنسيقية في جلسات محاور الحوار الثلاثة الاقتصادي والمجتمعي والسياسي، في ظل تنوع أعضاء التنسيقية وتخصصاتهم وانتماءاتهم السياسية. امبارح تصدرت الجامعة المصرية اليابانية الجامعات المصرية اللي ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية على مستوى 28 جامعة مصرية تم ظهورها في التصنيف، وجاءت الجامعة المصرية اليابانية في شريحة الجامعات من 601 ل 800 على مستوى العالم، والجامعات المصرية حققت في هذا التصنيف زيادة في عددها، وده بالقياس لنسخة العام الماضي، وسجلت النتائج تحقيق 28 جامعة مرتبة إيجابية على صعيد التنافس العالمي. امبارح نظم قطاع المرور والحماية المدنية زيارة لأحد مستشفيات الأطفال للمشاركة في فعاليات اليوم الترفيهي اللي نظمته المستشفى للأطفال اللي بيتلقوا العلاج فيها، من خلال إيفاد المدينة المرورية للأطفال لتعليمهم القواعد والإرشادات المرورية عبر قيادتهم سيارات صغيرة الحجم مخصصة للأطفال واجتيازهم حواجز مرورية، وده بمشاركة رجال الإدارة العامة للمرور. أيضاً هيتم منحهم كروت رمزية على شكل رخص مرورية، وده لرفع الروح المعنوية وإدخال البهجة في نفوس الأطفال المرضى للمساهمة في تقديم الدعم النفسي ليهم خلال فترة العلاج. ومعنا في أخبار المحافظات، شهدت إنشاء 65 فصل دراسي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسيوط، وكمان تم تنظيم مسابقة تراث وأدب الخيل ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية. كمان من ضمن الأخبار اللي معانا في محافظاتنا امبارح، تم تجهيز 91 مجمع لاستلام القطن من المزارعين في محافظة كفر الشيخ، وانطلاق مسابقة بعنوان الإسكندرية تتألق بميادينها لاختيار أفضل 3 ميادين، وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظة
محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن محافظة أسيوط أكدت أنه تم إنشاء مدرسة وثلاث أجنحة توسع بالإضافة لأعمال الصيانة والتطوير في المدارس بإجمالي 65 فصل دراسي بتكلفة 26 مليون و723 ألف جنيه، جاري تأسيسهم لدخولهم الخدمة العام الدراسي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ده إلى جانب خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول. محافظة الشرقية شهدت تنظيم فعاليات مسابقات تراث وأدب الخيل ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته رقم 27 بأرض الفروسية في مدينة بلبيس، وبيشارك فيها 73 من أمهر الخيول في مصر تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر. مديرية الزراعة في كفر الشيخ أعلنت أن المحافظة بتمتلك أكبر مساحة لزراعات القطن على مستوى الجمهورية بإجمالي 84200 فدان، وتم تجهيز 91 مجمع لاستقبال القطن، خصوصاً أن إنتاجية الفدان بتتراوح ما بين 10 ل 12 قنطار للفدان. محافظة الإسكندرية أعلنت عن إطلاق مسابقة الإسكندرية تتألق بما يدينها بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لاختيار أفضل 3 ميادين. بتمتد المسابقة على مدار شهر وبتقام تحت إشراف لجنة تحكيم تضم الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية من كليات الزراعة والفنون الجميلة والهندسة، والهدف الأساسي منها هو خلق روح تنافسية بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لبذل أقصى الجهد لتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة. محافظة المنيا أكدت أن العام الدراسي الجديد هيشهد دخول 23 مدرسة جديدة للخدمة بإجمالي 368 فصل دراسي في جميع مراكز المحافظة، ليصل إجمالي المدارس ل 3251 مدرسة لاستقبال 1,499,000 طالب. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج بدأت تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة المرحلة الأولى، وبتبلغ التكلفة الإجمالية للأعمال 35 مليون جنيه لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحالة الصحية والبيئية للمناطق المحرومة ووصول الخدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم.